بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة جايب لكم عرض مهم جدا، إزاي تقضي أسبوع في دبي وفي وقت رأس السنة وكل الكلام ده ذهاب وعودة ب 410 جنيه بس من مصر لدبي، وهترجع ب 410. إزاي؟ هو ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. اهلا بكم اصدقائي المتابعين. رقم صغير جدا، يعني ايه 410؟ 410 جنيه، لا درهم ولا ين ولا يورو. هتقدر بيهم تنتقل من مصر لغايه دبي قبل راس السنه، وتقضي الكريسماس هناك، وترجع تاني لمده اسبوع بحاله. يعني اللي حابب يروح يقضي راس السنه في دبي هيقدر يروح، واللي عايز يجي من دبي يقضي الاسبوع هنا مع اهله هيقدر يجي يقضي الاسبوع مع اهله ويرجع تاني، كل ده خلال اسبوع. ازاي؟ هو ده اللي هنعرفه دلوقتي عن طريق شركة اسمها شركة ايرويز. شركة ايرويز دي بتقدم عروض كل سنة، السنة دي منزل عرض جبار جدا ب 410 جنيه بس. هتقدر تحجز من خلال الموقع اللي انا هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت، تحجز ب 410 جنيه من مصر لدبي. المطارات المتوفرة هقول لك عليها دلوقتي. انا بنفسي دخلت على الصفحة بتاعتهم ولقيت ان انت ممكن تحجز فعلا من مصر لدبي ب 410 جنيه. قبل ما اوريك الطريقه اللي تقدر بيها توصل لازاي تحجز مع ايرويز على دبي، تعالوا نتكلم شويه عن الطرق اللي ممكن تستفاد بيها في العرض ده. اول حاجه، لو حضرتك عريس جديد اولا الف مبروك، ثانيا تقدر تاخد زوجتك وتطيروا على دبي، تاخدوا اسبوع عمركم ما حلمتوا بيه، وكل الكلام ده ب 820 جنيه انت وهي. الحجز هناك بقى والاكل والشرب دي مشكلتك انت مش مشكلتنا احنا. تاني حاجه، لو انت واحد من الناس اللي بتحب تجيب اللبس الجديد والبرفانات، تقدر تروح دبي وهتلاقي كل اللي انت بتدور عليه. تقدر تحجز مع شركة ايرويز، فنادق رخيصة جدا، وكل ده مش هيكلفك اي حاجة. اهم حاجة الانتقال من مصر لدبي ب 410 جنيه للفرد الواحد. هقول لك على طريقة تاني تقدر تستثمر بيها مشوارك من مصر لدبي وكأنك ما دفعتش ولا حاجة. استاذ عادل امام كان قال على الطريقة دي في فيلم من افلامه، قال كل واحد هو راجع من السعودية يجيب معاه مروحتين، يبيع واحدة ويخلي واحدة كأنه اشتراها ببلاش. حضرتك تقدر دلوقتي تشتري تليفون ايفون من دبي وهتلاقي ارخص من الاسعار الرسمية في مصر بكتير جدا طبعا. ده غير الحاجات اللي تقدر تشتريها وتشيلها في ايدك، تقدر تشتري ساعات، تقدر تشتري جميع الاكسسوارات اللي تهم الراجل والست، وده للاستعمال الشخصي، وساعتها هتبقى وفرت مبلغ كبير جدا وكأنك سافرت تتسوق وترجع، وكل ده في اسبوع. ده غير كل المزايا، هتزور كل المزارات اللي موجودة في دبي وهتشوف عالم تاني غير العالم اللي احنا عايشين فيه. طبعا اللي احنا عايشين فيه احسن، بس هناك هتقدر تشوف ناس جديدة وحاجات جديدة. العرض بتاع شركة ايرويز اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة عرض مهم جدا، وهيفيد كمان الجماعة اليوتيوبرز اللي شبهي، الغلابة اللي بيدوروا على المحتوى. حضرتك تقدر تعمل فلوج لمدة اسبوع بحاله، هتزور كل المزارات اللي موجودة في دبي، وده ب 410 جنيه ذهاب وعودة. دي مش مكلفة تمن المونتاج بتاع فيديو واحد، فتخيل ان انت هتبقى عندك كمية فيديوهات لمدة اسبوع في دبي ظهر فيها شخصيتك ان انت موجود وبتوثق كل حاجة في دبي، المزارات التاريخية والاماكن السياحية والفنادق والعيشة اللي الناس عايشينها هناك. تخيل كل المحتوى ده ليك انت لوحدك في اسبوع واحد. جهز فلاشتك ويلا بينا. يلا بينا بقى ندخل على طريقة الحجز على شركة ايرويز اللي هتوديك من مصر لدبي ب 410 جنيه بس، وهتاخد اسبوع في دبي هترجع تحلم بيه وترجع تقول لنا عندنا في دبي ما بيعملوش كده. زي ما احنا شايفين كده، اول ما هندخل على الموقع اللي قدامنا ده هيقول لك حان وقت السفر الى ابو ظبي. تمام، انا مصدقك بس يلا بينا. الاعلان اللي موجود بيقول ان انت تقدر تحجز من اسيوط لغايه ابو ظبي. طبعا الحجز من مطار اسيوط مش متوفر، فاحنا دلوقتي هنشوف الحجز من مطارات تاني. اول حاجه هنجرب مطار اسيوط، هنعمل كده وندوس اسيوط. تمام، والوجهه ابو ظبي، الركاب واحد والنوس مفيش، يبقى كده هنا ما ينفعش. هنجرب هنا كده نقول سوهاج.
هنرجع هنا بقى ندور في الحاجات اللي موجودة هنا اهو. هنفضل نازلين لغاية اما نجيب مصر. هنا هتلاقي مطار سوهاج الدولي، مطار الأقصر الدولي، شرم الشيخ والغردقة، اسكندرية طبعا، مطار برج العرب اهو زي ما احنا شايفين كده. طبعا بالنسبة لي انا هختار اقرب حاجة ليا اللي هي سوهاج الدولي، الوجهة ابو ظبي. هنا بقى في المنطقة دي بتختار التاريخ اللي حضرتك عايز تطلع منه والتاريخ اللي حضرتك عايز ترجع فيه. التاريخ مثلا لو حضرتك ناوي تروح تقضي الكريسماس هناك او عيد راس السنة، هتختار مثلا يوم 29 عشان تعرف تريح هناك وتقعد براحتك. 28 حلو مش وحش، تمام. طيب وهترجع من هناك امتى؟ هترجع من هناك يوم 4. كده مظبوطة معانا، تدوس موافق كده 100 فل و10. وزي ما شفنا دلوقتي الحجز من على الموقع سهل جدا، والواجهة بتاعته بسيطة جدا، وتقدر تغيرها للغة العربية زي ما انت عايز وتتعامل معها. بأكد تاني ان سعر الرحلة ذهابا وإيابا او ذهاب وعودة 410 جنيه من مطار اسيوط زي ما الاعلان بيقول، بس للاسف اختيار مطار اسيوط مش موجود، هتلاقي فيه مطارات تاني موجوده. اتمنى تستمتعوا برحله سعيده ان شاء الله في دبي، وترجعوا بالف الف سلامه، وان شاء الله هتلاقوني معاكم على متن الرحله. طبعا بعصر.